ايه الحلاوه دي؟ ايه الكلام الكبير ده؟ بصي انا حضرت الندوات بعدد شعري راسي، ما شفتش سبيكر بالحلاوه دي. انت بتجاملني بس علشان بتحبني. واحنا مش هنخلع من هنا ولا ايه؟ ايوه مش على طول كده يعني، انا جاي اقول الكلمتين بتوعي وامشي، مش نسمع بقيه السبيكرز. انا لو منهم بقى افضل الليله حد يغني بعد الست. ولا خليها في الارض حبه. يلا يا معلم. اهو يا معلم يلا. هو ده يا معلم. يلا يلا يلا. ها ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه اللي جايه دي، ابو ربيعه اللي جايه دي يا معلم اهي. اخو كبير اهو، اخو كبير اهو يا ناس، يا ناس يا ناس اهو يا معلم. يا بركه دعك يا ابو الغوالي. هو ده يا معلم يا معلم اهي. مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ايه ده؟ كرشينه تلعبوا مايستر؟ مايستر ايه يا شيخ حسن يا اوفر؟ بس بقى يا شيخ حسن ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن؟ مالك ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا مايستر؟ الواحد حظه ماتش والكوميدا اهو. حلوه يا ولا، حلوه يا ولا. ايه ده يا كبير؟ ده كومي؟ اه انت حرامي، انت بتطلع من كمك. الكومي نزل قبل كده يعني غشاش وعبيط. دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهامي. يا نهار اسود ده حرام رسمي يا ابراهيم. وانت ساكت له ليه يا تهامي؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه يا تهامي. يا نهار اسود بقى هتعمل ايه؟ مش تعمل ايه بقى؟ انت نصاب. بقول لكم ايه لعن الله الميسر ولاعبيه. ما انت شايف. شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكم في داهيه اهوت، هيخليكم تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد العبوا حاجة تعملوا فيها مخكم، شغلوا فيها دماغكم، مش أي حاجة كده. إيه ميسر يا أخي، العبوا استيميشن مثلا. استيميشن؟ تحس تقول لي يا شيخ حسن أنت بتعرف تلعب استيميشن؟ أعرف ألعب استيميشن، ده أيام ما كنت في السجن. ما تفكرنيش يا حسام. إيه يا سلام، كانوا الظباط يبدلوا عليا النبطشية عشان ألعبهم استيميشن. طب اقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استميشن. راجل انت راجل هلال. العب يا اخي بقى، العب 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 يلا العب وريك. قول لي كويس ماشي حبيبي، لم نفسك. انتوا هتقعدوا تقطعني في الاوضه كتير كده يا شيخ حسن؟ بقى ده عدل يرضي ربنا؟ الدور على حسام. انا لا ابراهيم ولا حسام ولا اي حد. وتهامي نزل قال لي 5 دقايق وبقى له نص ساعة. ابعتوا لي أي حد. شوف دي عبد الجليل عندك. حاضر يا زاهر. يا جماعة ابعتوا لي أي حد، عايز أنزل أشم شوية هوا، حرام عليكم بقى. يوه بلاش خوت. خليك معايا شكله جه. ناس تسيع وواحد يقعد جنب الشرطة يخدمكم بقى إن شاء الله. عامل إيه؟ الحمد لله تمام والله. إيه؟ يا حسام يا إبراهيم يا عبد الجليل الحقوني يا جدعان الحقوني. في ايه؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ايه؟ زهر؟ بص بقى، احنا هنطلع من هنا نقعد في مكان هادي. مكان اهدى من كده؟ لا لا، مكان هادي هادي خالص، ما فيهوش صريخ ابن يومين. ها ونقعد بقى ايه قدام بعض كده، ما نتكلمش، نبص لبعض بس. انت الدرجات بتحب الهدوء؟ انا بعشق الهدوء
خصوصا لما يكون مع حد بحبه. يا حضر الضابط، انا ناجي عطله دبلوماسي سابق، ودي الدكتوره كاميليا خطيبتي ومن الامم المتحده. انتوا كده بتضيعوا وقتكم وبتضيعوا وقتنا كمان. يا فندم احنا ناس لينا وضعنا، انا مش فاهمه انتوا بتحققوا معانا ليه، احنا ضحايا. استاذ ناجي ارجوك ما تعصي، هي اجراءات بتعرفها حضرتك منيح. طيب عرفنا ان الدكتوره كاميليا اجت على الشام لتحضر الندوه بالسفاره، بقدر اعرف حضرتك شو عم تساوي هون بسوريا؟ انا نعم انا جاي هنا ومعايا فريق التايكوندو بتاع مصر،
عمل لهم معسكر هنا في سوريا. اسف استاذ ناجي، مو موجود عندي بالسجلات لا دخولك ولا دخول الفريق اللي عم تحكي عليه. بقدر اعرف كيف دخلتوا لهون؟ احنا كنا في لبنان وجينا بالطريق البري. يا اخوانا شافونا ابو القاسم ولا شافونا ابو حسين ولا شافونا ابو اي حد، ان شاء الله توصل لابو مازن. لو ما لقيتوش ابو مازن هات ابو تريكه. السلام عليكم. اهلا اهلا ابو القاسم. اهلين ابو علاء، كيفك؟ ايه ابو القاسم، كنت فين؟ دوختنا وراك، لسه جاي دلوقتي؟ اهلا وسهلا يا استاذ ناجي، انتوا نورتوا الشام. منوره باهلها، بس علاء النعمه ما انا بايت فيها. احنا كلنا هننزل مصر دلوقتي حالا، ان شاء الله ماشي. شو قصه ابو علاء؟ ابو القاسم، نحن ما واجهنا اي اتهام، لا اله ولا حتى للجماعه. بالعكس، هدول ضيوف عنا بالبلد، بس لازم نعرف شو الموضوع، لأنه كانوا بالسفارة وقت الانفجار. يا أبو علاء، الأستاذ ناجي عطا الله من أهم رجال البزنس بالوطن العربي كله. من المقاومة،